مش عارف اجيب الفلوس بتاعت الباص بتاعت ياسمين دي منين. ها يا رن، ها يا رن، مالك يا رن؟ ايه في حد حصل له حاجه؟ ياسمين بنتي؟ امتى الكلام ده حصل؟ وانت كنت فين يا هاني؟ طبعا عند الكوافير، ده اعز ما املك يا رانيا، يا رانيا دي هي دي اللي فضلالي في الدنيا يا رانيا. هبلغ البوليس طبعا، هعمل ايه؟ يعني ايه ما بلغش البوليس؟ الله الله الله، هو مش عارف هو عمل ايه؟ دي بنت انا وانا هسكت؟ ماشي يا رانيا، انا هتصرف. سلام 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 سلام. في ايه يا دولا مالك؟ ياسمين. ياسمين مين يا دولا؟ ياسمين بنتي يا رمزي. مالها يا دولا؟ ياسمين اتخطفت. يا راجل خضتني يا راجل، انت اللي مضايقك يعني يا دول؟ خرب بيتك، انت هالجنس ملتك ايه؟ انت غبيات ما بتحسش، يا انا ما بتحسش. طب وليه بقى تشتم دلوقتي بقى دولا؟ ياد بقول لك بنتي اتخطفت ياد وانت مش حاسس، انا بقول لك ايه؟ ايوه انا قصدي يعني دولا ممكن تلاقي اللي خطفها دون ان شاء الله يعني هيكون ايه بيفسحها ولا حاجه واشتري لها شوكولاته وجايه دولا. جاي ايه بس بالبساطه دي؟ ايوه دولا طبعا بالبساطه دي، هو ما يعرفش هي بنت مين وممكن انت تسوي فيه ايه وتعمل فيه ايه؟ سيبك سيبك من دي يا عم، هو ما يعرفش ان انا شغال مع عادل سعيد، ها، وممكن اعمل فيه ايه؟ ممكن تعمل ايه يعني؟ هو انا لسه ما فكرتش اعمل فيه ايه يا دولا، بس مش المهم دلوقتي انا دولا، المهم بنتك ياسمين، ياسمين اتخطفت يا دولا. يخرب بيتك، انت لسه حاسس دلوقتي ان هي اتخطفت؟ امال انا بقول ايه من الصبح يالا؟ هو انت لما كان حد بيضربك على قفاك في المدرسه كنت بتحس بيها لما بتروح البيت؟ تصدق يا دولا وانا ببقى قاعد لوحدي في الاوضه وبحس ان القلم مطرقع كده وانا اقول مين اللي ضربني وانا قاعد لوحدي كده؟ مش المهم دلوقتي يا دولا، انا مش مهم انا احس يا دولا، المهم بنتك ياسمين. رد على التليفون، رد على التليفون، انا مفيش دماغ دلوقتي ارد على اي حد. رد قول يعني انا مش موجود. اقول مش موجود يعني؟ استنى دول. الو، ايوه، لا عادل مش موجود. لا مش، لا يا سيدي ماشي يا عم مش هنا. حاضر يا سيدي، حاضر. يلا بقى مع السلامه بقى، احنا ناقصين هزار. مين يلا يا رمزي؟ عالم بتهزر يا عم، بيقول لي انا اللي خطفت بنت عادل سعيد. وتقفل السكة يا غبي، ما هو ده اللي أنا مستنيه يا أهبل، ما هو ده اللي أنا عايزه، ده اللي أنا عايز أعرف خطفها إزاي. يا دولا دلوقتي هو أي حد يتصل بينا ويقول هو اللي خطف ياسمين نقوم مصدقينه من غير ما نفكر يا دولا. أه وأنت بتاع التفكير أهو، هو 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 هو. طب دلوقتي هتقول له أنت مش موجود ليه؟ ألو ألو، أيوه أنت مين؟ ها؟ شنقيط؟ أنت اللي بتخطف العيال الصغيرة؟ أنت مستهبل يا شنقيط؟ تخطف ياسمين بنتي؟ انت مش عارف دي بنت مين؟ بنت عادل سعيد يا ده شنقيط يا، وخلي اللعبه مع الكبار. بقول لك ايه؟ الو الو يا دول، قفل السكه الحيوان يا دول. ما انت اللي زعقت له قوي يا دول. ما اعمل له اهو اهو، بيطلب تاني بيطلب تاني. زعق له. الو، ايوه ياسمين، هي يا حبيبتي، انت فين؟ انت فين؟ مش عارفه انت فين. طب ياسمين، حد بيضايقك؟ بيعذبوكي وبيشدوا شعرك؟ ما تخافيش ياسمين، باباكي. الو الو الو، ايه يا دولا؟ ياسمين مالها؟ قفلت هي كمان. طب ودلوقتي هتعمل ايه يا دولا؟ مش عارف يا رمزي اعمل ايه، ادفع الفلوس ولا بلغ البوليس؟ لا يا دولا ما تبلغش البوليس يا دولا، اصل العصابه تاذيها تاني يا دولا. بقى ادفع وخلاص، ادفع وخلاص، ادفع وخلاص. طبعا انت مش خسران حاجه، ادفع وخلاص. طب يا دولا دلوقتي الفلوس اهم من ياسمين ولا ياسمين اهم يا دولا؟ ياسمين اهم طبعا، بس انا ما احبش حد يلوي ذراعي، انا عادل سعيد ما يتلويش ذراعي ابدا، ويطلب مني فديه لبنتي. طلبه كام يا دولا؟ بيضغط عليا، بيعجزني، طالب مني 2400 جنيه. كلب كلب، انت قيمتك اكتر من كده بكتير يا دولا، انت المفروض يطلب مثلا 800 جنيه، 950 جنيه.